والله هو انا يعني انحازت لنفسي ككاتبه في المقام ده الأول. ده كده كده في الاول اه كده كده يعني في فيلم تارنتيني اسمه انجلوريوس <applause> باسترز في الفيلم ده خلوا هتلر مات محروقا في احدى دور السينما ده ما حصلش في الحقيقه فبالتالي احنا ممكن الكاتب او الفنان يطوع التاريخ او يستخدمه كجزء من مشهد من عمل فني مش هو ده اللي, اللي حصل بجد، فأنا منحازة للفن، في فريدة ما خرجتش كتير عن ال عن التاريخ اللي حصل، لأنه أنا كنت مهتمة إن أوضح حياة فريدة، مم. فريدة الإنسانة، مم. اللي مش كتير كنا نعرف عنها وعن علاقتها بفروق وعن علاقتها بالقصر وبالملكة نازلي، يعني شوية كنا دايماً بنشوف فريدة في ظلال الملك فاروق، آه. إنما فريدة كشخصية آه. ما نعرفهاش هي كإيه ما نعرفهاش وده اللي أنت اهتميتي بيه جنبا الى جنب مع زينب بنت نعسه اللي هي جدتي اوكي فخلتهم يعني اقتسمتها بطوله الرؤية. جميل أه خلينا نتكلم شويه عن شرابيه وسيدي المظلوم وانتي اهتميتي مش بس بالتاريخ انتي كمان اهتميتي بتنوع الطبقي اللي مم. موجود في مصر ويمكن ده كمان من الثراء الاجتماعي اللي عندنا ان احنا عندنا انواع كتير من البشر عندنا طبقات كتير عندنا ناس كتير في اماكن كتير واحنا اصلا كتير يعني احنا صحيح. احنا اصلا كشعب احنا كتير ما شاء الله يعني ربنا يزيد ويبارك. <applause> آه كلميني شويه عن حاره سيدي المظلوم كلميني شويه عن الشرابيه، كلميني شويه عن الفترة الزمنية دي، شفتيها ازاي ككاتبة وعبرتي عنها ازاي في كتابك؟ أنا شايفة إن مصر كان فيها ثراء مجتمعي واجتماعي بيتكون كله في مكان واحد في نفس ذات المكان، آه. يمكن ثراء بنفتقده دلوقتي، آه. يعني الزمالك كانت تعدي كوبري خشب تلاقي نفسك في أبو العلا أيوة الشرابية برضو ما كانتش بعيدة عن المشهد، حارة سيدي المظلوم تحديدا هو يعني ولي صالح آه المشهورة عن روايته او عن قصته انه قتل ظلما في وقت ما فكانت ظهرت له كرامه بعد ما اتقتل انه راسه فضلت تلف بين الناس وتقول مظلوم 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 م. فلما دفن اتعمل له مقام والناس بقت بتروح تزوره كل حد مظلوم بيروح يرمي على عتبته المظلوميه المظلوم اللي, المظلوم. اللي عنده في سيدي المظلوم اه وهكذا ارتبطت الروايه الشعبيه مع اذهان الناس المقام موجود لغايه دلوقتي وهو مشهور جدا في الشربية بهذا الحدث آه ده المكان اللي اتولدت فيه جدتي واللي اتربت فيه واللي كانت بتحكي لي عنه المكان ده يعني في الروايه بقى نرجع للروايه المكان ده فيه وصيفه من وصفات فريده وكانت صديقه ليها وكان عندها اسباب منطقيه انها ما تعيش في جاردن سيتي مثلا او في اماكن قريبه من القصر كانت عايزه تعيش وتنقى بنفسها عن الاسره الحاكمه فبالتالي كنا بنشوفه ده في الحقيقه انه موظف كبير في الدوله عايش في نفس الشارع مع نجار مع حداد مع بقال مع بائع ربابيكيا مع نجار مع منجد فالطفل اللي بيطلع في هذه البيئه كان ثري داخليا ده حقيقي بيشوف كل حاجه حقيقي ومش بس ثري سوي مزبوط. مش بس ثري هو مزبوط. كمان كان بيبقى سوي ليه؟ لانه شاف كل حاجه، شاف كل الطبقات، شاف المسلم والمسيحي، شاف الغني والفقير، شاف صاحب العماره وشاف اللي ماجر اوضه فوق فوق السطوح قاعد في العماره، شاف كل حاجه، فهو مش بس بيطلع ثري هو كمان بيطلع سوي لانه بيطلع مكتمل اجتماعيا ونفسيا من كل الظروف اللي حواليه. صحيح، نفتقد ده دلوقتي في ثقافه الكومباوند اللي بقينا عايشينها، بقى في كل طبقه مجتمعيه واخده نفسها جنب صح ومش مختلطة بطبقة تانية فبالتالي الطفل بيطلع هو ممكن يكون لو شاف حاجة في طبقة مختلفة يحبها على فكرة مم. يعني ممكن يطلع حابب حرفة مثلا النحت على خشب فيطلع ولد بس يعني ده لو شاف لو شاف إنما زمان بحط. كانوا بيشوفوا مظبوط زمان دلوقتي. كانوا بيشوفوا انما دلوقتي للاسف مش بالزبط. بيشوفوا لا. دلوقتي دلوقتي ما الحاجات دي خالص الا لو الاهل هم اللي عايزين عايزينهم يحتكوا يعني بال... بال... بالاماكن دي او بالمواصفات دي عارفه كمان لما هيحتك هيحتك في... في مثلا مكان بيقدم كورسات النحت على الخشب مش هيشوف أي. نجار أي. مش هيشوف زي خان الخليلي حد بيدق على الخشب او على النحاس فعينه عينه الكادرات اللي عينه بتكونها م. مش في لقطات معينه مش متسجله فيها وانا الطفل حرفيا زي الكاميرا وعين الفنان كمان تحديدا فيعني ممكن تمشي في مكان هي لقطه والله آه. تكتبي عليها روايه لقطه